الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض في الصادرات العراقية النفطية لأمريكا لتصل إلى 42 ألف برميل يوميا بالمعدل المتوسط خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 10 دول بلغ 5,442 ألف برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 339 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبق والذي بلغ 5,103 ألف برميل يوميا. وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 42 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 51 ألف برميل يوميا. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد. وقالت مصادر إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار ليوم الخميس الماضي 147,950 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي. وأشارت المصادر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار. أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة علي سعدون اللامي أن حكومة تصريف الأعمال الحالية أصبحت عاجزة عن إيجاد حل للأزمة الاقتصادية. وأضاف أن الحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية سوى رفع السعر الدولار، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستجيب مطلقا لتجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال إيجاد البديل المناسب. وهذا ولفت اللامي إلى أن بقاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على حاله سينذر العراقيين بعواقب اقتصادية وخيمة. توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الأردن بنسبة تصل إلى 2% هذا العام، وأن يصل إجمالي مدفوعاته إلى نحو 1,950,000,000 دولار. وقال الصندوق إن صرف 329,000,000 وحدة حقوق سحب خاصة تناهز 469,000,000 دولار أمريكي تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه الصندوق الدولي لمخصصات حقوق السحب الخاصة في شهر آب من عام 2021. وقال رئيس بعثة الصندوق علي عباس إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 2% في عام 2021، غير أن الاقتصاد الأردني لا يزال يعاني من مكامن ضعف ملموس تتمثل باستمرار البطالة المرتفعة ولا سيما بين الشباب. أقر مجلس النواب الأمريكي خطة الإصلاح الاجتماعي الضخمة التي اقترحها الرئيس جو بايدن، وهي خطوة أولى حاسمة قبل مناقشتها في مجلس الشيوخ. وهذه الخطة هي خطة اجتماعية وبيئية وتبلغ قيمتها 8 مليار أو 1,800,000,000,000 دولار، وتشمل توفير خدمات رياض الأطفال للجميع وخصومات ضريبية للأسر واستثمارات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وجاء التصويت على الخطة بعد 3 أيام من توقيع الرئيس الديمقراطي على قانون البنية التحتية الجزء الأول من أجندته الاقتصادية، وهو أكبر برنامج للأشغال العامة في الولايات المتحدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.